بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما حلينا المكعب اللي داخل، نحل الآن العجلة. نبدأ باللون الأبيض، شايف الزوايا اللي داخل، هيلي نخلص عليها أول شي. هذه الزوايا اللي نخلص عليها أول شي، نجعلها أبيض. طيب ندور زوايا لونها أبيض، مثلا هذه، أقوم هذه مو أبيض، أقوم رافع هذه وجايب هذه مكانها، جبتها مكانها، ثم أرجع هذه هنا، جاءت بيضة. أشوف الوجه هذا ما في زاوية لونها أبيض صغيرة، أروح الوجه هذا فيه هنا، أقوم أرفع هنا زاوية مو بيضة وأرفعها فوق وأجيب هذه هنا بالدوران، ثم أنزلها تحت، جت، ثم أدور واحدة بيضة، هذه هنا واحدة واحدة واحدة، أقوم رافع هذه فوق ومنزل هذه هنا، ثم أجيبها في هذا الوجه، هذه أرفعها فوق هنا، ثم أجيب هذه مكانها. العملية جدا بسيطة وسهلة. طيب باقي واحدة هنا في هذا الوجه، لاحظ جبتهم كلهم، بقيت واحدة، وين موجودة؟ موجودة تحت، موجودة تحت هذه. في هذه الحالة أجيب هذه هنا، ثم أجيبها هنا، أقوم فار واحدة وأجيبها هنا، ثم مرجع هذا اللي فريته، لأن هذا أخضر أخضر، أرجعه صار أخضر أخضر علشان ما يخترب عندي المكعب اللي داخل. طيب هذه مطلعها في هذا الوجه، وأجيب الأبيض مكانها، أجيب الأبيض مكانها، ثم أرجعها. الآن جبت جميع الزوايا الصغيرة، أقوم جايب بعد هذه الزوايا هذه كبيرة، عندنا واحدة ثنتين ثلاث أربع في أماكنهم، ندور على الباقي. هذه واحدة هنا، أقوم وضعها هنا، إذا كانت فوق أنظر هنا على اللي تحت، هذه تحت هذه فوق، هذه فوق هذه الزاوية تحت هذه فوق، راح تجي هنا تحت بالعكس، أقوم رافعها طالع، هذه فوق راح أرفع هذه لأنها فوق، أثرها على فوق، وش اللي فوق؟ هذه أقصد، هذه لأن هذه فوق، إذا فريت هذه هذه أفرها على فوق بالشكل هذا، ثم أنزل اللي جبته، نزلته، ركز معي، ما ينفع الآن أجيبها كذا ثم أجيبها هنا ويستوي، ما ينفع بالشكل هذا، خطأ. لماذا؟ طالع الأبيض الكعب في القلب داخل أبيض أبيض، هذا اخترب، استوى أخضر أخضر، ما ينفع خربناه. لا، إذا جبت هذه هنا تقوم فار أي جهة على جنب، ثم ترفع الأبيض وتجيب من جديد هذه، الآن جات والأبيض
المكعب اللي داخل حافظنا عليه. طيب هنا واحدة نفس الطريقة، هذه تحت مو فوق، هذه تحت هذه تحت، ما ينفع أفر واحدة من الثنتين. نفر هذه مثلا، أقوم رافع، ركز، بما أن هذه تحت إذا رفعت أقوم فار هذه على تحت حبة واحدة، ما أفر هذه على فوق، ثم أجيب اللي هذه المراد. الآن أفرها كذا وأرفع هذه وأجيب هذا هنا. الآن أنزلها، طالع جات هذه واحدة، هذه فوق، هذه فوق، ما ينفع لازم متعاكستين. طيب هذه تحت هذه فوق، تمام. بما أن هذه تحت إذا رفعت هذه أقوم فرها على تحت مو فوق، لأن هذه تحت، أرفع ثم أفر هذه هنا على تحت. طيب أقوم جايب هذه، إذا جبتها ما ينفع إني أحطها هنا ثم أجيب هذه هنا، لا يخترب عندي الأبيض. لاحظ اخترب، صار أبيض أبيض، أصفر أو برتقالي برتقالي. صحيح هذه جات بس ما ينفع، واضح؟ طيب إذا أقوم وأضعها على جنب ثم أجيب هذه لها، بعدين أنزل بالشكل هذا. باقي واحدة أبحث عنها، هذه هي، وأضعها هنا وأضع هذه بالمعكوس تحت لأن هذه فوق. إذا دخلت هذا هنا أفر على فوق، أفر على فوق لأن هذه فوق، طالع كذا ما أفر على تحت، أفرها على فوق ثم أجيب جت. الآن أضعها على جنب، بعدين أدخل هذه وأجيب هذه هنا بالشكل هذا. يا سلام، باقي اللي آخر شيء هذه المنحنية، مثلث المنحني هذا. طيب طريقة، أضع واحدة هنا في الزاوية وتكون واحدة في الزاوية هنا متقابلة، طريقة سهلة جدا. ثم أرفع وهذه أجيبها كذا، أفرها كذا، ثم أنزل هذه اللي جات ثم أضعها على جنب، ثم أرفع علشان أحافظ على المكعب. هذه الآن أجيبها هنا، جبتها، هذه واحدة بيضة، أجيب واحدة المفقودة متقابل، أرفع أجيب هذه على جنب تحت، أفرها ثم أنزل هذه. طيب ما ينفع هذه أفرها كذا وأجيبها هنا على طول، هذا المكعب اللي جوا راح يخترب. لاحظ صحيح أنا جبتها لكن المكعب اللي جوا اخترب، هذا أزرق أزرق، هذا أبيض أبيض. لا دائما الطريقة، ضع هذه على جنب ثم أرفع هذا، أرفع فوق ورجع هذه هنا. لاحظ الآن جات والأبيض ما اخترب، أفر هذه هنا
هذه متقابلة مع بعض أبيض والمفقودة. طريقة إني أرفعها فوق، ثم هذه أفرها هنا، ثم أنزل الأخرى. أضعها على جنب ثم أرفع هذه. خطوات بسيطة جدا، ما فيها أي قانون أبدا ولا حفظ ولا أي شيء. باقي واحدة ثنتين، ما في أبيض هنا، هنا في بيضة واحدة. أقوم وأضعها هنا على جنب، ثم أضع واحدة مفقودة. نفس الطريقة أرفعها فوق، ثم أجيبها بالصورة هذه وأنزل، أضعها على جنب، أرفع هذه، ثم أنزل الأبيض. باقي واحدة فقط في هذا الوجه، أجيبها هنا وأجيب المفقودة جنبها، ثم أرفع فوق. واضح؟ وفر هذه، ثم أنزل الأبيض وأضعها على جنب، ثم أرفع هذه هنا وأنزل الأبيض. يا سلام، استوى وجه بالكامل، ممتاز. الآن سوي أي وجه أنت تبقى بنفس الطريقة، هذا وهذا وهذا، أي وجه تبقى. أنا بسوي جميع الوجوه وبعود لكم إن شاء الله إذا باقي آخر وجهين، اختصار للوقت لأن ما في أي قانون أو أي جديد.